كده؟ أفلام قوي يا ماما. دالي يا حبيبتي، أنا ما يهمنيش حاجة غير مصلحتك. عماد بيحبك، وأنا متأكدة إن هو الوحيد اللي هيقدر يخرجك من اللي أنت فيه ده. ماما، أنا ما جيتش هنا عشان أقعد أتكلم على عماد، أنا جيت عشان أطمنك عليا وبس. حبيبتي، أنا أمك وعارفة مصلحتك فين كويس. عماد مش قليل، يقدر يساعدك ويخرجك من كل اللي أنت فيه ده. إنما رحيم، حتى لو كان بيحبك، حتى لو مش هو اللي ورا كل اللي بيحصل ده، مش قادر يساعدك، مش هيقدر يساعدك. في إيه؟ ماما، أنت لازم تمشي وأنا كمان لازم أتحرك. هطمن عليك إزاي؟ أقولك إيه، بصي، كلميني على النمرة دي وما تقلقيش لو لقيتيه مقفول كتير. أنا مش محتاجة أقولك، ما تديش النمرة دي لأي حد. اتحرك يا ماما، يلا امشي دلوقتي. ماشي يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك. حاضر. اطمنتي؟ شفا حاجة. والعربيه دي بقى اتخبطت فين بالظبط يا باشا؟ في شارع القصر العين يا باشا، قرب الفجر كده. الطريق كان فاضي، انا اللي خاوتني ان الطريق كان فاضي، والواد كان جاي ورايا ايه قازح، اللهم صل على النبي، زي الرهوان. عارف الرهوان؟ زيه بالظبط. فجاه قام كاسر عليا مغفلني، وقع لي الرفرف وهبق. الواد هبق يا باشا، وانت عارف ان اللي هبق كل النبق. الواد هبق عظمته، انا عايز. خلاص يا سيدي، خلاص سيب الراجل يشوف شغله بقى. أكيد كان شارب حاجة ولا ضرب له حباية ترامادول. لا ده مش ترامادول، ده ستروكس. الواد ده كان شارب له سبليفين على الرايق لوحده. الحاجات دي بتودي البني آدم في داهية. طب عملتوا محضر؟ إن شاء الله ضد مجهول عشان تثبتوا حالة وتستفيدوا من التأمين. يا باشا إحنا لا همنا تأمين ولا غيره، إحنا كل اللي هممنا إن إحنا نجيب الراجل ده ونعرفه غلطه عشان ما يعملش كده في عربيات الناس. عندك حق، عشان يسوق هو فيه بعد كده. ها وجدت الاسم؟ أهو لقيته. اتفضل يا باشا، انت تؤمره. لا مش انت، الباشا عشان الحلاوة. ايه ده؟ العربية ملاكي. ما هي النمرة اللي حضرتك اديتها لي دي ملاكي. مش هي برضه ملاكة شبورة ولا ايه؟ هي ملاكي؟ هو انت بتسألني انا؟ هو مش جه زي الرهوان وهبق وأكل النبأ؟ اتفضل. تعالى رايح فين؟ عايز ايه بس؟ فين الحلاوة؟ لا ما فاتتنيش دي، عيب عليك. خد يا عم، أحلى حلاوة، مسكرة موت. ما طلعش تاكسي. يعني ايه ما طلعش تاكسي؟ يعني من أبو آخر كده لا مؤاخذة النمر اللي كانت على العربية مضروبة. واضح ان الحكايه من اولها مضروبه. انا متاكد ان لميا دي ورا كل اللي حصل لك ده. طب اتكل على الله انت بقى يا شبور. مش عايز حاجه عظمته؟ لا ربنا يخليك. ماشي يا عظمته. بلاش تمشي في سكة مسدودة، مرات الدكتور هتظهر لما ترجع الفلوس. يعني ايه الجملة دي؟ مالك؟ اقول لك واحنا في السكة، المهم لازم نتحرك من هنا بسرعة. خلاص بقى يا حاج عفاف، هتستلمي حاجتك بكره، بس جهزي فلوسك، وبكره انا هكلمك. ها؟
هقول لك هتستلمي فين بالظبط. الو. اي امتى؟ فين؟ طيب تمام يلا سلام. بكره. كويس احنا كده قربنا. جاهز؟ جاهز. يا رحاب طمنيني، عملت ايه مع زياد؟ مش جاي. يعني ايه مش جاي؟ زي ما سمعت. مش عارف ايه البرود اللي انت فيه ده؟ زي ما يكون من دمي مش من دمك انت. عاوز نعمل ايه يا سيد؟ ارجعه البيت عشان تهين وتمد ايدك عليه تاني؟ انت فاكر يعني انك هتتضايق على زياد اكتر مني؟ اتضايق عليه. زياد ده انا مربيه وزي ابني بالظبط. لا يا سيد مش زي ابنك، ولا عمرك حسسته بكده. دايما كنت بتحاول تكسره وتفهمه ادام انت عايش في البيت ده يبقى لازم تحط الف جزمه في بقك وما تتكلمش. يا بنت انا بشد عليه زي اي اب في الدنيا، عايزه يطلع راجل. وانت عارف انا بحب زياد قد ايه، وعمري ما فرقت بينه وبين عيالي. وانت تشهد ولا نسيتي؟ لا يا سيد ما نسيتش، بس انت كرهك لرحيم غطى على كل الحب اللي جواك، مش قادر تشيل رحيم من نفوخك. انت بتنتقم من رحيم في زياد يا سيد؟ ايه حكاية رحيم رحيم رحيم؟ ايه ماله رحيم بزياد؟ الله، بقول لك ايه؟ خروج انت من الموضوع ده مالكيش فيه. انا هتصل بزياد واعرف اجيبه ازاي. زياد بيحبني وعارف قد ايه انا بحبه. عادي يعني زعقت له ولا حتى ضربته؟ ما كل الابهات بيعملوا كده مع عياله. اعمل اللي تعمله يا سيد، بس زياد مش هيرجع. تراهن يا بنت ابوكي. طيب ورحيم كان معاها؟ ركبت معانا عربية طيب؟ هي كانت عاملة ازاي؟ كانت لابسة ايه؟ لابسة ايه ايه بس يا عماد؟ لابسة جلابية سودة وحط على وشها طرحة ولابسة نقاب. طب ورحيم؟ ما شفتوش. طب كانت عاملة ايه مبسوطة؟ قصدي مطمنة يعني ولا ايه؟ مطمنة ايه بس يا عماد؟ مطمنة ايه؟ دي طول ما انا قاعدة معايا عمالة تبص حواليها وتبص وراها. يعني ما شربتيش معاها حاجة؟ شربت ايه؟ واحنا لحقنا؟ ده انا خمس دقايق وفي الاخر قالت لي يلا يا ماما بقى لازم تمشي عشان انا لازم امشي. رن. الو. ايوه انا العمدة. ايه اتخضيتي ولا ايه؟ لا خالص. ازيك يا عماد؟ انا مش مهم. المهم انت يا دودو عامله ايه؟ كويسه. ولما انت كويسه بتكلمنيش ليه؟ والله انت عارف الظروف. والظروف ده هتستمر لحد امتى يا داليا؟ مفيش حاجة في إيديا، أدينا بنحاول. بنحاول؟ بنحاول أنتوا مين بقى؟ أنتوا الداخلية ولا أنتوا رحيم؟ أنا عايز أشوفك يا داليا. ما ينفعش يا عماد. لا ينفع، وأنا لو عايز أجيبك من المكان اللي أنت فيه يا داليا هجيبك دلوقتي. سلام يا عماد. داليا! يا رمضان امان. طب انا على الباب وداخل لك اهو. منور يا سيد بيه. ما تقلقش انا مشيت العيال كلها، عارفك بتحب السكرات. اوعى تطلع فرز تالت زي المره اللي فاتت. والله العظيم فرز اول. هو ده اول تعامل بينا ولا ايه؟ اقول لك حاجه، اتفرج كده على البضاعه اللي مجهزها لك. يا رمضان دي بس شكلها جديده قوي. ما يا باشا لسه بنحطها في الشمس يومين تاخد لها وش هلك. انا قايل لك رمضان انا مستعجل. طب اعمل ايه يا باشا؟ اقول لك حاجه، اللي ياخدها يحطها في الشمس براحته. احنا هنستظرف، ما دخلتهاش ليش القمه. القمه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ حاسب حاسب. الله 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 الله. عيب كده يصير حي يتلاقع. عيب كده. الله.
يا سيد الوكيل. ازيك يا كريم؟ بابا هنا؟ لا بابا مش هنا. هو موبايله في حاجة؟ مقفول على طول. مش عارفة بس ممكن يكون فاصل شحن. طب لما يجي خليه يكلمني. رحيم